نظمت شؤون الجنسيه والجوازات والإقامه حمله تفتيشيه مشتركه بالتعاون مع هيئه تنظيم سوق العمل والمديريات الأمنيه بالمحافظات الأربع. وتهدف الحمله التفتيشيه للتأكد من التزام العماله بقوانين وشروط مملكه البحرين الخاصه بالإقامه. في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكوميه للتصدي للممارسات غير القانونيه. نظمت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل والمحافظات الأربع شملت زيارة عدد من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة للوقوف على مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين. بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية وسعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. تنفذ شؤون الجنسيه والجوازات والإقامه حملاتها التفتيشيه بالشراكه والتعاون مع جميع الإدارات الأمنيه بوزاره الداخليه، وذلك للتأكد من التزام العماله بقوانين وشروط الإقامه والوقوف على أية مخالفات أو إجراءات غير قانونيه. وأود أيضا التأكيد على أهميه دور أفراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكوميه لوقف هذه الممارسات الغير قانونيه. استكمالا للجهود الامنيه لمكافحه الاقامات الغير نظاميه والتاكد من التزام العماله بالقوانين تقوم إدارة البحث والمتابعة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بحملات تفتيشية متنوعة على العمالة السائبة والمخالفة للمساهمة في تشديد الرقابة وضبط المخالفين للأنظمة. كما ندعو المخالفين الذين يريدون السفر مراجعة مكتب تسهيل السفر في إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية في البلاد. كل هذه الجهود المشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكوميه للتصدي للممارسات غير القانونيه في سوق العمل والعماله غير النظاميه حمايه للمجتمع ككل بالاضافه الى دور افراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكوميه لوقف هذه الممارسات غير القانونيه والابلاغ عن اي شكاوى تتعلق بمخالفات العماله غير النظاميه